بعد ما فحروا وما لقوش الثلاث أطفال الله يرحمهم، كتبوا أساميهم أساس لقدام بسبب قلة المعدات ولا لقوا حاجة. إن شاء الله يتذكروا إنه في أطفال لو عمر عبد الله وماس طلوا تحت، وإن شاء الله لما يجوا معدات أو توقف الحرب إن شاء الله يجوا يلاقوهم. بأيدينا توجهنا إلى بعض المهمات عندما كانت المركبة معطلة في منطقة اليمن السعيد، عندما قبل أن يدخل الاحتلال إلى منطقة اليمن السعيد توجهنا إلى العديد من المهمات سيرا على الأقدام وقمنا بالعمل بأيدينا. لازم في وجه.